المراهق أحيانا يجاهر في أشياء كثيرة داخل البيت وما يكون من ضمن سياسة أهله. ومعنا عبر الهاتف الدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في القضايا الأسرية المجتمعية. مساك الله بالخير. مسك بالنور. هلا هلا بك وأهلا وسهلا بكل المستمعين ومستمعات الكرام. يا هلا وسهلا فيك يا دكتور. دكتور سمعت الخبر اللي أنا قلته من شوي؟ أي رجال ما شاء الله اليوم. أوكي، أنت إيش رأيك لما يحصل حاجة كذا خارج المألوف داخل البيت؟ خلي الخبر هذا على جنب أو عطني تعليقك يعني بسيط على هذا الموضوع، نتكلم من داخل الأسرة كيف. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خلونا نحط أول شيء أنه في عندي مقاييس معينة لمفهوم كلمة مراهق. المراهق له عالمه الخاص، حطيها بين قوسين ونكمل بقية المشاركة اليوم. أوكي، المراهق اللي له عالمه الخاص، إذا ما جذبته إلى عالمك وأقنعته بعالمك وجعلته فردا فاعلا في عالمك، فهو سيخترع له عالم آخر. طيب أنا نقبل اللي قاعدين يسوونه الشباب ده؟ لا طبعا، ولكن من خلال هذا المفهوم يا هيدا وكل من يسمعنا، إن المراهق دائما يبغى يعمل كده عالم لوحده، يبغى يعمل جو، يبغى يعمل أكشن، يبغى يسوي حركة، يبغى يفعل شيء ويتكتل بشكل سريع مع أي من كان، بغض النظر هذا الأمر سلبي أو إيجابي. والشواهد كثر، إحنا عندنا الشباب اللي بالفكر المنحرف، أنا أقف على حالات كثيرة يا هيدا واكتشف في الآخر أنهم يبغوا يتكتلوا ويبغوا يعملوا شيء. ليش؟ لأن عنده من داخل طاقة قوية يبغى يصرفها في أي مكان. طيب وين عقلك؟ عقله يعطيه المجال والمساحة لمفهوم التكتل. انتبهوا لهذه الكلمة يا حبتي، لكل من هو موجود عنده مراهق في البيت. شاب صغار، وعلى فكرة هذا يعني انسحب الآن حتى على بناتنا، إن الأمر يحتاج إلى هذا الأمر لتغطيته. وش الأمر يا هاني؟ العمر دعيد نقول مرة ثانية، المراهق يحتاج إلى تكتل. إن لم تقنعه بعالمك اخترع له عالم جديد أو التصق بأحد العوالم من حوله. طب العوالم هذه ما عنده مخ، ما عنده عقل، معقولة إنه هو يصير إرهابي مثلا؟ إيه نعم معقولة. ليش؟ لأن البوتقة الخاصة بالفكر فارغة وتريد أن يكون فيها شيء ما، يبغى دور، يبغى أمر، يبغى يفعل، يبغى يشارك، يبغى يكون له دور في تكتل ما. وهنا تجي الإشكالية هنا، إن في بعض البيوت للأسف ليس من دور لهذا الشاب الصغير. إيش يعني الدور؟ وإيش نسوي له؟ بسيطة، أخليه يوصل خواته وأخليه يكون له سلطة في البيت. لا يا حبتي، هذا ليس الدور اللي احنا نتكلم عنه. الدور هو دور فكري، دور له مكانة تعطيه الإحساس بالأنا، بالإيجو تبعه. وبالتالي هو سيستشعر بأن له دور ما على المستوى الفكري، ومن خلال الفكر يخترع سلوك ضمن الدائرة اللي أنت أقنعته بها أو الدائرة اللي هو ذهب إليها. وضحت؟ وضحت. بس موضوع ترى كثير ناس بعرف، يعني أنا صراحة توني أحس أني توني أدري أن المراهق، أنا كنت أعتقد أن المراهق عنده كاريزما أنه يبي يطلع للعالم أنه شوفوني مسوي يعني قنبلة أنه شوفوني، بس أنه له عالم الخاص اللي إحنا ما نعرفه. هذا يعني معلش معلومة جديدة جت علي. عالم الخاص هذا هو شهوة ورغبة في اختراع هذا العالم. يا هيلة، أنت الآن لك عالمك. وش هو عالمك؟ لك وظيفة، لك دور معين في البيت، لك مسؤوليات، فأنت مزحومة، عندك عدة ملفات تتفاعلي معها. لكن لما ما يكون عندك ولا شيء في حياتك وش حتسوي؟ بحترع شيء. حتى على مستوى الكبار للمعلومية، الأمر ليس فقط على المراهقين، حتى الكبار حينما يكون الإنسان خاوي فكر، ليس لديه أمر يفعله، ليس له رسالة، ليس له مهمة، وبالتالي هو يلتصق في أي أمر. يعني لو لاحظ أنه في عندنا على مستوى التفحيط مثلا، تراهم ما هم مراهقين بس، على مستوى 30 و40 سنة، وقبض على بعض الأشخاص في سن 50 يفحط. إيه نعم يفحط ويهايط، ومن ضمن الدرباوية والشغلات اللي أنتوا خابرين. لكن طيب، للأسف هذه الأمور تحتاج إلى دائما أن يكون هناك أمر ما يطحنه العقل. إذا ما في شيء يطحن عقلي، معناته أنا سألتصق بأي من كان من هذه التكتلات من حولي. طيب نطلع فاصل دكتور ونرجع لك بعد فاصل، إيش رأيك؟ على خير إن شاء الله. يلا حياكم الله من جديد، ويا هلا وسهلا فيكم. وبعانا عبر الهاتف الدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في القضايا الأسرية المجتمعية. حياك الله من جديد دكتور. حياك هلا دكتور. نستكمل موضوعنا، إذا عندنا طفل داخل البيت مراهق ويكون مثلا عنده تصرفات فيها حركة زيادة، فيها كلمات قوية، فيها شوي عنف، فيها شراسة، تحس أنه خارج سرب البيت وقواعد البيت،
كيف الأهل يتعاملون مع الطفل هذا؟ هل الطفل يعني من حقه أنه يعبر ويتغير ويلبس زي ما يبي ويسوي اللي يبي، ولا لازم يمشي على سرب أهله، وإذا ما سوى زي ما تبي أمه وأبوه أو أهله معناته هذا الولد مراهق وما راح يعقل؟ طيب خلينا نشوف الصورة الذهنية أولي هيلة والكلام قول. لكل من يسمعنا اليوم يا الله عندكم مراهق، الله يعينك الله يعينك، عندكم مراهق الله يعينكم، كأن هذا المراهق هو أمر سلبي. فأنا كمراهق لما أسمع أنه أنا أصلا العنونة الخاصة فيني أنا أنه أنا إنسان منبوذ، وأنه أنا في تعزيز بفكرة أنه أنا أصلا مختلف، أقوم أهايط فيها شوي، أمد بوزي شوي، أسوي فيها حركات، هذه نقطة. نقطة ثانية أنه أنا غير مرغوب فيني، لأنه للأسف لما أسمع أنه كلمة مراهق تساوي، يا شيخ أنا حتى لما أبغى أشتمك أقول لك وش حركات المراهقين هذه؟ صحيح. أصبحت المراهقين شتيمة. فهل أنا لما أكون في هذا التصنيف هل سأكون شخص طبيعي أتعامل بأنه أنا مقبول، أنه أنا والله محتوى من قبل هؤلاء؟ لا، لأن حتى الفترة العمرية اللي أنا فيها تعتبر شتيمة عند الآخرين، إذا لا إراديا سيكون عندي ارتباك في تصرفاتي. هذا جانب. الجانب الآخر يا هلا وكل من يسمعنا بارك الله فيكم، ترى أكثر ما يتم من المشاكل داخل بيت الأسرة حيال المراهقين والمراهقات هو الغيظ اللي يتم من تصرفات هؤلاء. ليش؟ يا أخي حركاته ما له داعي، يا أخي يقول كلام غبي، يا أخي عنده مدري وشه، يا أخي يا أب ويا أم بارك الله فيكم، إذا ما عندكم قبول لمساحة مساحة لقبول خطأ الآخر والاحتواء، لمين تبوا تروحوا؟ تبوا الأمور على كيفكم؟ الأمور ما تيجي على كيفكم. بل هو مفهوم التربية الحقيقي حينما أمارس هذا الدور، التربية يا هيلة وكل من يسمعنا ليس أني أحشي بطونهم بالأكل وأحط لهم مكيف وسرير وأقول والله ربيت، التربية أنه أنا أنزل في هالمطحنة الحقيقية لتربية الفكر. لكن للأسف أنا الأمور تيجي على كيفي، أنا كل اللي يهمني من قبل المراهق ومن هم حاملي في البيت افعل لا تفعل، لما الأمور تمشي على كيفي، لأن أنا ما عندي ماني فاضي أقعد أمشي بالغباء حقكم بالتصرفات الغبية اللي أنتوا قاعدين تسووها. يا أب يا أب يا أم، هذه ما هي تصرفات غبية بارك الله فيكم، هذه عقل يطحن أمور على حسب خبرات معينة ضمن ملفات معينة، وبالتالي هو يفرز هذا القرار أو الاستصدار السلوكي لهذا الأمر أو ذاك. لذلك الأمر يحتاج إلى رصيد كبير من التفاهم، الجلوس مع هؤلاء، التعامل. أنا أمس ابني كان معايا ودائما بيكون معايا بوجود، عمره 13 سنة، قال لي كلمتين حسيت الدم بيطلع من أذاني من جد والله. إيش كان؟ وعلى فكرة وكلمته ترى قلت له حبيبي عبد الرحمن ترى الأمر ما يأخذ بهذه الطريقة، بس يبغى لها جلد يا هاد يا هيلة، يبغى الإنسان يكون عنده جلد على أسنان شوي. ليش؟ لأنه يطلبوا طلبات أحيانا ويقولون كلام يغيظ. وحقيقة اليوم يعني بالمناسبة بالمصادفة سبحان الله أنه إحنا نتكلم على هؤلاء وأذكر ابني عبد الرحمن على سبيل المثال. إذا نتنبه بارك الله فيكم، الدور يحتاج إلى نجز على أسناننا شوي ونطبق المعنى الحقيقي لمفهوم التربية ونتواءم مع هؤلاء. ولكن هل لك رصيد عند هؤلاء ولا أنت أصلا مجرد مكتوب عندي في البطاقة أنك أنت أب؟ طب أقول لك نموذج دكتور، في دم قاطع الكلامك اسمح لي، في نموذج أنا شفته لواحد من الشعراء عنده 3 أولاد، يمكن معروف حتى هذا الشاعر. أنا قاعد أشوف نموذج أب متصادق مع أولاده، يضحك معاهم ويلعب معاهم، ينزل معاهم الساحة يلعب وياهم، يسبح يسولف زي ما يسولفون، يلبس زي ما يلبسون، يضحك يأكل زي ما يأكلون. عارف شلون؟ تخلى عن أنه أب وصار صديق لهم. وهذا النموذج جعل من هؤلاء مميزين، صح ولا لا؟ صحيح. أصبح لهم إنتاج فكري، أصبح لهم مكانة اجتماعية. هكذا الأمر بارك الله فيك يا كل أب ويا كل أم. والله يا دكتور حاولنا، والله يا أبو عبد الرحمن سوينا، والله فعلنا، لكن ما يسمع. لازم نكون عندنا جلد وصبر، لأن الأمر يحتاج إلى رصيد مسبق. السؤال وين الرصيد المسبق؟ أنت غريبة بالنسبة لي، أنت ممثلة أمامي كتايتل مكتوب عليك أم. نعم. أنت ممثل أمامي كتايتل اسمك أب، ولكن لا تمارس الأمر الحقيقي في احتواء الفكري أو النفسي أو المشاعري. ضف إلى ذلك لو كان هناك عاطفة أصلا مجففة في هذا البيت، وين حروح يا هيلة؟ وين حروح؟ يتلقوني أي من الأشخاص اللي موجودين على الأنترنت الآن، لأن الأنترنت أصبح هو الأهل الآن، وأصبح هؤلاء بيسحبوا من داعش وغير داعش، وانتم خابرين وعارفين المصائب اللي بتصير حتى على مستوى هروب الفتيات وهروب الأولاد من البيوت، كلها بسبب إيش؟ إني ما عندي الغذاء الأساسي وهو موضوع ممارسة العاطفة الحقيقية داخل بيت الأسرة، وبالتالي هؤلاء يغذونهم بشوية عاطفة، بشوية اهتمام، بشوية تواصل، ينسحبوا لهم بكل بساطة. هذا ولدي ما يسويها، لا يسويها،
يسويها بارك الله فيكم. لازم نتنبه لأن الوضع الآن أصبح وضع حقيقة خطير إلى حد ما لدى شريحة معينة من بعض أفراد المجتمع يلي مش متنبهين بأن سيسحب ابنك أو بنتك من داخل غرفة نومه وأنت قاعد تطالع ومن داخل وش اللي حاصل. انتبهوا بارك الله فيكم لأن الأمر يحتاج إلى جلد، إلى قوة، إلى رصيد كبير من العاطفة مما سبق، وأيضا يحتاج إلى الجزء على أسناننا عشان نحتوي هؤلاء، لأن التربية الآن أصبحت مفتوحة على العالم. فإما أن أربيه أنا بكل المعطيات المطلوبة مني بكل التعب والجهد والوقت اللي حصلكوا مع هؤلاء اللي هم الأبناء في البيت، أو سيأتي الآخرون أوتسايد كده براشوتات ويربون عيالي وللأسف حيسحبوهم إلى مناطق وإلى أمور وإلى سلوكيات لا تحمد عقباها. دكتور هاني الغامدي، أنا أعتذر، يعني ودي أنك ما تسكت صراحة، والله ودي أتكلم معك من هنا ل 24 ساعة. لا أنا ودي 24 hours. أنا صايم، كفاية عليك. كفاية عليك كذا يعني. طيب دكتور، أنا وعدك إن شاء الله بعد الفطر يكون في برنامج خاص بإذن واحد. الله يسلم أمركم إن شاء الله. يكون برنامج خاص في تفاعل مع الناس، صراحة كلامك يعني بلسم للجروح، ونحتاج إلى مثلك وشرواك نحط نقاط على حروف لبعض بعض أشياء داخل الأسرة وبين الحياة الزوجية وبيننا وبين ربعنا. دكتور على ألف ألف الإذاعة اللي بدأنا معها منذ أن بدأت، لأنه كان لي برامج على الإذاعة على فكرة من بدايتها، من بداية فتح ألف ألف من سنوات سبقت. إذا كان إن شاء الله نقول ونقول لك دكتور عودا حميدا بإذن الله تعالى، نراك إن شاء الله غدا بإذن الله، وموضوع جديد وفكرة جديدة. وحسابات الدكتور هاني الغامدي، الدكتور هاني الغامدي على تويتر والإنستغرام، اللي بيشارك اللي بيتكلم مع الدكتور عنده موضوع خاص، عنده فكرة يبينا نطرحها غدا بإذن الله تعالى، إحنا على أهب الاستعداد. ويا هلا وسهلا فيكم، نشوفك على خير دكتور. السلام عليكم ورحمة الله.